السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتابعين ومتابعات القناة العزيز الغالي على قلبي. بارطاجيو هاد لا فيديو خوتي خواتاتي، غرقوا لي هاد لا فيديو باللايكات، وخوتي وخواتاتي مشات الرجلة ونطحتنا عجلة. كلكم عارفين اخوتي بطبيعة الحال خواتاتي، هاد الكوبل فضفاضة وبوكتاف اشنو وقع بيناتهم؟ وشفتوا الفضائح اللي خرجوها على بعضياتهم، وشفتوا الشوهة اللي داروا لبعضياتهم، ولحد الان اخوتي فضفاضة هي واللوسة ديالها باقيين تيتعاطاو بالكلام اللي ما يتقالش. ولكن الصادم اخوتي هو واحد لا فيديو اللي عنوانه طلاقنا فضفاضة مع بوكتاف. ايه، وطلع لينا بوكتاف غير بالصوت ديالو، ما وراناش الوجه ديالو، حيت نهار كان تيشرشم ليها في المشاعر وكل شي شاهد، وفي المشاعر نتاع العائلة ديالها كان بين وجهه وهز علينا كتافه. ولكن دابا لا، ورينا غير صوته، او بالاحرى مسمعنا صوته. اليوم اخوتي لا فيديو اللي حطات فضفاضة قالت لك انها مشات بغات تطلق هي وبوكتاف. سبحان الله العظيم، شوف واشنو وقع اخوتي، راه ربي ما بغاهمش يطلقوا، واخا راه شي ناس بغاهم يطلقوا. قالت لك هو بعد الاول خرج قال لك من عند الباب سلمات عليه شي وحده، ما ردش عليها، قال لك سلامتي يقولها وتكررها، سمعوني مزيان. وعاود قال لك طاحوا لي شي فلوس، ومشى قال لك دار المازوط، وعاد قال لك وصل عندها. سبحان الله العظيم اخوتي، من طاحوا لي الفلوس وسلمت عليها هذيك السيده وما ردش عليها، راه ربي ما بغاهمش يطلقوا. وفاش قال لك وصل عند فضفاضه ولقاها بطبيعه الحال، لقاو المحكمه الموقره فيها اضراب، سبحان الله العظيم. وعاوتاني قال لك فاش مشاو عند كاتب عمومي باش بطبيعة الحال يكتبوا واحد المقال نتاع الطلاق، سبحان الله العظيم عكس ليهم هذاك الكاتب عموما، ما بغاش يدير ليهم هذاك المقال. سبحان الله العظيم اخوتي، هاد الناس راه تيبغيهم ربي، بغاهم يبقاو مجموعين مع بعضياتهم. شفتو؟ او قال لك عاوتاني بالله، هو حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي دخلوا وبغاو هاد الطلاق. وقال لك عاوتاني اخوتي بالله، واخا يكون مليار غادي تبان فيهم. وقال لك عاوتاني بالله، هو ما سخيش بمراته. وقال لك عاوتاني بالله، مراته مزيانه، حيت فاش سولاته فضفاضه قالت لي قول لي هذاك الكلام اللي تيتقال فيا واش بصح فيا؟ قال لي هلا، انت مراه مزيانه وانت الله يعمرها دار، وانت ما كنتيش تديري الحاجه حتى تتشاوريني، حتى الا بغيتي تمشي لداركم حتى تقوليها ليا، دارهم اللي ما خلا فيهم غير اللي نسى. وعاوتاني اخوتي على ما سمعت قال لك هو بلي هذاك الكلام اللي قال فيها والكلام اللي بطبيعه الحال مسيء ليها راه ما قالوش، هو راه قال لك سبحان الله العظيم كان وقيله مسحور، قال لك شي حد قال ليه شي حاجه داكشي باش طلع وتيقول هذاك الكلام. ولكن دابا سبحان الله العظيم رجع ليه الشاهد العقل وصافي، بغى مرتو، قال لها سبحان الله العظيم هالطلاق راه ما بغاش لينا ربي، وحتى هي قالت راه ما سخياش براجلها، واخا ما خلات فيه غير اللي نسات، لا هو ولا العائله ديالو، هذا الشيء عادي اخوتي بالنسبه ليهم، حيت راكم عارفين هما، عقلتوا على سمسيمه. واخا سمسيمه راه ما وصلتش مع التوقع حتى لهذا المواصل نتاع الطلاق، يلا حدا حد المعيور، ولكن هذه راه فات سمسيمه. المهم اخوتي دابا الادسنس دخل، واش عباد الله، انا نهار شفت بوكتاف شاد هذاك العصير نتاع 3 دراهم، وكذلك قال لهذاك السيد عمر لي قرعه الماء وما شاريش قرعه الماء وجايبها حداه باش يشرب، قال لهذاك السيد عمر لي قرعه الماء وجابها ليه صغيره، عرفتو هو عمرو ما غادي يسمح فضفاضه. واش فضفاضه تبارك الله بغات دير ما شاء الله مستقبل زاهر اخوتي، بغات دير تبارك الله دار مشاريع، شرات ما شاء الله ايفون اللهم زيدها، البونك عمرت، نهار كانت اخوتي القهره والفقر مع بعضياتهم، ونهار ربي نعم صافي نتفارقوا حنا، لا لا انا لاصق في مرتي ومرتي لاصقه فيا. وابو كتاف، وابو كتاف، انت اللي طالع وتتحسبن في الناس، ايوا حسب في راسك وقول حسبي الله ونعم الوكيل في راسك، وقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حيت نتوما اللي بغيتو الطلاق لبيناتكم، حيت نتوما اللي طلعتو تتشرشموا بعضياتكم، حيت نهار طلعتي وقلتي نقول شنو كان في البيلا، علاش كل اللي كان معاكم في البيلا؟ البيلا شنو طرا فيها؟ وانت اللي قلتي قولوا لي اخوتي وخواتاتي واش يمكن المراه تجوج بمراه وحنا في دوله مسلمه؟ شكون اللي قالها؟ ماشي انت؟ اه،
وانت اللي قلتي عاوتاني كون كنعرفتو شنو كاين كون راه ما نعرف شنو ديروا لهذاك الطرف. انت اللي قلتي ما كنتيش توجه ليهم هذا الكلام، ما كانش قال هذا الكلام. لمن قلتي مطلعه بناتها كلهم في تيك توك، ولمن قلتي قبيله الجوع، ولمن قلتي عاد حاتي دي النعمه، ولمن قلتي ولمن قلتي وما خليتي فيهم اللي نسيتي، واخا هما ديك الساعه فاش كنت تشرشم فيهم في المشاعر ديالهم طلعوا قالوا لا لا ماشي علينا هذاك الكلام. حتى طلعت حتى هي وعطاتك من المنقي خيارو ما خلاتش ليك. ها مؤخرا تتعاطى مع اختك وقالت لها اختك سحرت ليه؟ هي تقول ما نعرف من غنسحر، مهندس ولا ما نعرف. ايوا شلا وشان هاتي طلع ليا غا كيلوت بطاطا وتجلسوا عينيكم فيه، ياك انتوما اللي درتو ليا كاكا عند الباب وانتوما اللي ديتو الدار من بعد ما صلحها وبناها. وهذيك الساعه قالت لك هي ما عارفاكش انت فاش خدام، ودابا عاد ولاو عائلتك بيديو لك المحل. واخوتي واخوتي وطلع هو وقال لك في هذاك لا فيديو احنا تنديرو داكشي اللي بغاو الوالدين، زعما راه انا ما بغيتش نطلق مرتي، ولكن من بعد مرتي وعائلتي ما تعاطاو مع بعضياتهم حتى اللي كنتي حيله وسبب بعضياتهم حتى تعاطاو. ياك هي شحال وهي تشكر في امك وتشكر في خواتاتك، ايوا انت اللي جبتي هذا الصداع قد عليه، ولكن انت هي بطبيعه الحال غتسخى بمراتك وغتسخى بالعيشات الكريمه. الا بطبيعه الحال هوي الحي هو اللي قال لك خصو الا بغى يعاود داك الشيء جلسه مغلقه، وهو اللي قال لك شنو واقع في البيل، علاش كل اللي كان معاكم غنكررها لك، هو اللي قال واش مرة تجوج مرة، هو اللي خلاها في ضحيتها بقلاقل هي والعائله ديالها، وفي الاخر طالع علينا دابا يقول لك لا ما كانتش على برجي، راه ما نعرفهاش شنو داروا ليا. كيف سمعت اخوتي انا من بعد القنوات قالوا زعما راه كانوا عائلته ولا شي حد زعما الله اعلم ساحرين ليه زعما، وداك الشيء باش طلعتي يقول في هذاك الكلام. يا ويلي واخا تكون ما نعرف اخويا شنو واكل، ما غتقول هذيك الهضره بهذيك الطريقه. ويلي حي انت غاجي فم وقولو جبل وتقيتي حاشاكم. وفي الاخر رجعتي اللور وقلتي انا ما قلتش، مسحت السماء بليقه، انا باغي مرتي ومرتي كانت تصورني. وهذيك الساعه اللي بالك وتقول الرجال اللي ما تجوجوش هادوك اللي مربيات وهادوك اللي سيرو تجوجو هادوك، راه الارشيف باقي والله يفاتك راه شاهدين عليك. دابا بغيت تصالح مع مرتك الله يزيدكم يا ربي من خيره، الله يجمع ما بيناتكم، حنا ما تنبغيو حتى شي حد يطلق، ولكن باش تخرج وتعاطى مع نسابك وتعاطى معاها وفي الاخر ترجع اللور تقول انا ما قلتش وراه كنت في اوقات حرجه وراه داروا ليا ولا داري، علاش تبغيو دائما ديروا الناس شماعه باش تعلقوا عليهم الاخطاء ديالكم؟ ياك انت اللي قلتي ما يمكنش نسامح ليه وما يمكنش نغفر ليه على داكشي اللي قال فيا وهذيك الشوهه اللي شوهني والكلام الحقير اللي قال في حقي. ايوا انا بغيت غير نوصل لك واحد المعلومه الحبيبه ديالي، واحد النصيحه قوليها لاختك اللي خرجت تتجبد علينا سمسيمه وقالت لك حنا ماشي عيالات نتاع الدل، حنا ما رضاوش الدل. انا كاين اخويتي كتر من هاد الدل اللي دابا تنيمي علينا في عويناتك وتقولي انا ما ساخياش، انا ما ساخياش بصراحه، راه 10 سنين ياك يا الله يعلبوا هاد السنين اللي واحد ما خلى فيا غير اللي نصاف اصلي وما خلى ما قال في عائلتي وكذلك عائلته ما خلاو ما قالوا فيا. ولا نتوما عادي عندكم العائله تبقى الهين، راه سبحان الله العظيم، ولكن الراجل هو المهم. حتى انت بغيتي ديري دارك معاه، ما بقيتيش راضيه انك تسكني في هذاك البيت نتاع السطح والكوزينه واخا صلحتيه، حتى انت بغيتي ديري مستقر لحياتك معاه خاصه، وبغيتي حتى انت تعيشي هذيك العيشه انت وياه في الدار بوحدكم، حيت تبارك الله ربي عطاك من حيث ما كنتيش ناويه هاد الشيء وعطاك ربي اللهم زيدك يا ربي من خيراته. ايوا حتى انت بغيتي بطبيعه الحال تسلي هذيك الزغيبه من هذيك العجينه. ايوا هاد الزغيبه خويتي راه ساهله، كاع ما كان عليكم تنوضوا وتعاطوا مع بعضياتكم باش تخرجي من دار نسابك وباش تعيشي انت وراجلك اطيط اطيط انت وياه في دار وحده. عادي اختي غتقولي لراجلك بوكتافي يلا غيقول لك بسم الله ويلي دار جديده وعيشه جميله والفلوس دايرين. ويلي قال لي شي حد تطلع مرتك في التيك توك، قال لي مو عادي كاع العيالات يطلعوا في التيك توك. لا اخويا ماشي كاع العيالات يطلعوا في التيك توك دابا ولا عادي، وديك الساعه كنتي تقول الا ماشي عادي، ماشي عادي ان المراه تطلع في التيك توك، ماشي عادي انها تطلع بناتها في التيك توك، تفوك لا لا لا. دابا ولا عادي التيك توك يطلعوا فيها اخويا.
افضفض قولي لنا شتو افضفض. ويلي ماشي هذا هو مكتاف اللي كان تيتعاطى في اللايفات، اخوتي والحنين ولا تيشهد اش نقول لك. قلتي لي قولي واش انايا في داكشي؟ قال لك لا كنتي تتخرجي. لا ما فيكش داكشي، كنت تتخرجي تتشاوري معايا، حتى لو تمشي لداركم تتقولي عليا. اخويا بقى عندك الوجيه باش تقول دارهم؟ ولا هما عندهم عادي، المهم ان بنتهم ما بغاتش تطلق، المهم ان بنتهم غتعيش هي وراجلها في دار واحده، ما عندهمش المشكل، هما يغطسوا في الاعماق البحار ويتصدعوا الامواج، ولكن المهم في الاخر طلعوا بالقرش. عوامة تبارك الله عليكم. اي هكا يكونوا العيالات القادات، هكا يكونوا من بعد ما يشرشم ليها راجلها المشاعر في المواقع وما يخلي ما يقول فيها ويعايرها بالكلام اللي ما يتسمعش الكلام القبيح، في الاخر ترجع ليه وتقول المسامح كريم. اي يا اخوتي راه العواشر هادي هو مسكين، راه من بعد ما مشيتي عليه راه ولا تيشد عصير تاع 3 دراهم، وديك الساعه باش كنتي قاعد وداير لايفاتك وتقفز يمينا ويسارا. لا راه رجال، احنا الحمد لله تعال سولوا علينا في الحديانه، وانا ماي عرفتي كيفاش دايره، وانا ماي مرا حره، واحنا راه رجال، احنا ما يطلعوش عيالاتنا في التيك توك. دابا ولا عادي التيك توك اخوتي، وراه ما كاين اللي قال واللي عاير واللي سب واللي خلى اللي ما يشتري يتفرج عن عوده لي قدك انت. ايوا سيرو سيرو، اش غنقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الشو اللي دايرين لينا، وفي الاخر تتشوفوا المصالح تصالح. المهم اخوتي هي ما ساخياش براجلها، هو ما ساخيش بيها، اخته هي باقا تتعاطى معاها، اخته زعما راه تدافع على اخوها من بعد ما سمعت من مرات خوها داك الكلام المهين في حق خوها، وطلعت زعما النفس على خوها. والاخر اخوتي المهم رحنا كنا رابحين وكنا دخلنا الادسنس، واخا راه كانوا اخوتي بغيت يتناسفوا في شنقولوا لي حنايا نسيت الرومب اخوتي، ماشي مشكل في الاخر تلقاهم تصالحوا، ومريضنا ما عنده بس ياك. ايوا مبروك عليكم الصلح، واش ربي ما بغاكمش تطلقوا، ها هي المحكمه زعما المحكمة فيها الإضراب أخوتي الموقرة، وكذلك الكاتب العمومي ما بغاش يكتب لكم ما سخاش أنكم تطلقوا، شافكم كوبل زوين عصافي الحب، وهذيك كاع اللي سلمت عليه وما جاوبهاش وما ردش عليها وقال وخلي الفلوس اللي طاحوا لي، وفضفض راه قال لك طاحوا لي الفلوس، راه تيسمعك الفلوس طاحوا لي، راه جيبو خاوي. وعاود تاني فاش عطاتو قالت لي عطي لهذاك السيد مسكين كنا تنسعاو باب الله، قالت لي عطي، دار هكا قالت لي عطي لهذاك السيد. ايوا اخوتي شكون اللي سخا بالجيب عامر؟ هو جيبو خاوي. ايوا فهموني. ايوا فضفض راه قال لك الفلوس طاحوا لي، فضفض نداء اليك، قال لك بوك راه الفلوس طاحوا لي، عوضي عوضي راك نجيب الموتور راه يجي على حساب الطلاق، ولكن الفلوس طاحوا لي. يا خويتي يوم سلام عليك، تلقاء اخر.